معاذ إسماعيل، مهندس خريج هندسة الحاسوب. ممتاز. قدمت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2007. بدأت بداية حياتي العملية بعد التخرج من الجامعة في هذا البلد الكريم الطيب بأهله الكرام وقيادته الكريمة. بدأت في شركة خاصة، ثم بعد ذلك من 4 سنوات انتقلت إلى مجال العمل الحر، وأسست بنفسي شركة في تقنية المعلومات. ممتاز. وكل ما يختص في التكنولوجيا الحديثة. عظيم. كان هذا بدايتي. بعد ذلك في العام 2021، وبسبب حبي لموضوع الحلويات الشرقية وخصوصا الحلويات النابلسية، بحكم أنني من مدينة نابلس، نحن أهل الكنافة طبعاً. النابلسية وأهل التمرية والكلاج، قررت أن أبدأ هذا المشروع الخاص في هذه الدولة، بداية لأجل أهل البلد الإماراتيين الكرام، حتى يكون عندهم نقل نوعا ما من الثقافة الموجودة في بلدنا. عظيم. لهذه البلد. هو أنت تنوع بتنقل للثقافة. جزء من التراث الفلسطيني داخل دولتك. أكيد، يعني إحنا في النهاية بنحافظ على هويتنا وثقافتنا، وعم نعرف الناس الموجودين في هذا البلد في الأنواع الحلويات الموجودة في فلسطين. كان التأسيس صراحة كان في نوع من التحدي ونوع من انه بداية، انه انا عم بشتغل في مجال الهندسة والاي تي والتكنولوجيا، فهل هيكون في تطابق او هيكون في نحكي زي نوع من التناسق ما بين العملين؟ فالحمد لله انه تغلبنا على هذه الصعاب، بحكم اني انا كنت كمان اشتغل كمدير مشاريع، وحاليا عملي في شركتي أسستها من تقريبا 10 سنوات كإدارة الشركة وإدارة مشاريع، فاعتبرت هذا مشروع أحد المشاريع التي كان عندي تحدي حتى أنجح بها. عظيم. فتم المشروع بتعاون مع شخص صديق لي، بدأنا هذا المشروع وأسسناه وبذلنا فيه ما نستطيع. طبعا حاولنا أن بكل جهد وبكل مهنية اختيار أفضل الأجواء، نحكي أفضل المكونات أو أفضل أنواع الحلويات وتقديمها. عظيم. يعني حاولنا اختيار الأفضل من الكنافة، وحاولنا التميز بحكم أنه سمينا الاسم كلاج وتمرية، أخذنا به صنفين من الحلويات. الصنف الأول هو الكلاج النابلسي، دي أنواع حلويات أنتم مشهورين نعم. بها. نعم، حلويات مشهورة في مدينة نابلس. عظيم. ومشهورة حتى في مستوى نحكي بلاد الشام عامة، والتمرية النابلسية تقريبا مشهورة في مدينة نابلس ومدينة القدس. ممتاز. فتميزنا في بحكم ان هذان الصنفان، نحن تقريبا في ابو ظبي الموحدون الذين نقوم بتصنيع التمرية النابلسية اضافة الى الكلاج. بعد عن ذلك كان عندنا الكنافة النابلسية على حسب اصولها. ممتاز. بالاضافة انا عايز اقول للسادة المشاهدين، يعني احنا مش محتاجين نشوف، احنا شامين من الريحة مبين ان في شيء فخم. صحيح صحيح. بيتم بحكم استعمال اجود المواد صراحة. يعني عزيز. انا يعني متعود انه حتى في شغلي اني اتقن، حتى فاصريت ان في هالمكان كمان اتقن باختيار المواد. فكان بامكان الواحد انه يستعمل مواد اقل جودة، ولكن اصرينا على استعمال مواد ذات جودة عالية. يعني هو نوعا ما المفروض انه يؤثر على السعر. يعني احنا لما نستعمل السمن البلدي الحيواني سعره يختلف عن السمن النباتي. طبعا. يعني نحكي 4 إلى 5 أضعاف السعر. مثلا الجبنة المستعملة في الحلويات، جبنة نابلسية بلدية، تختلف عن استعمال أنواع أخرى من الجبنة، ولكن نحن حاولنا أنه يكون السعر مضبوط وضمن الحدود، ما نرتفع بالسعر، فكان سعرنا قريب لأسعار الماركت. في الأصناف اللي احنا متميزين فيها كالكلاج والتمرية، حاولنا تكون في متناول الجميع. ممتاز. تكون متناول جميع أفراد المجتمع.
المكان متواجد على شارع الكورنيش. حلو. في منطقة اللي هي المركزية خلف شركة أدنوك للحفر. مكان مميز مقابل الحديقة الرسمية. تمام. عدا عن الحلويات العربية بجميع أصنافها، البقلاوة، الوربات، وأنواع الكنافات، جميع أنواع الكنافات الملكية الناعمة والخشنة، وجميع أنواع الكولاج من أصناف الكولاج بالجبنة والفستق والجوز، بالإضافة إلى المنتج الرئيسي اللي هو التمرية النابلسية. ممكن أغلب المشاهدين حابين يجربوا شو هي التمرية النابلسية، وهذا الذي وجدناه وشاهدناه حب الناس لهذا المنتج. يعني أنا صراحة عم بفتخر أني نقلت ثقافة التمرية النابلسية إلى هذه الدولة الكريمة. احنا بحكم انه البلد هاي متنوعة الثقافات ومتنوعة ومتعددة الاجناس، فحبينا يكون في عندنا صنف اخر غير او انواع مختلفة غير الحلويات. حلو. فنجمع ما بين الغذاء والتحلية، فادخلنا اللي هي نحكي انواع الفطائر والمعجنات والكلازون. عندنا منتج بنسميه الكلازون، وعندنا منتجات تسمى المشروحة، وعدا عن الامور اللي هي نحكي معروفة ودارجة، المناقيش والفطائر وما ما غير ذلك من السندويشات. عظيم. فهاي الاصناف كلها موجوده عندنا، انه فاحنا جمعنا للمستهلك ما بين انه يتغدى بنفس الوقت انه يكون في تحليه بعد الغداء. الرؤيه انه نتوسع اكثر، ننتشر اكثر، نوصل للامارات الاخرى، ونكون موجودين لأكثر مكان قربا لكل الأشخاص. عم بيطالبونا ناس نكون موجودين في دبي بإذن الله، في عندنا البلان قادما. الآن أنا بحب هاي المناسبة أعلن بهذا البرنامج إنه في عندنا ترتيب لافتتاح فرع ثاني في مدينة محمد الشيخ محمد بن زايد خارج إمارة أبوظبي. عظيم. فهذا الفرع إن شاء الله خلال شهرين ثلاث أشهر بيكون شايف النور وجاهز. كل كلمات الشكر لا تسعنا انه نشكر هذا البلد العظيم المعطاء اللي وفر لنا البيئة، وفر لنا جميع السبل اللي اتاحت لنا كمغتربين نستثمر ونفتح البزنس الخاص فينا. طبعا الشكر بداية من وجهه لسيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على الأمن والأمان وعلى التطوير الدائم لهذا البلد العظيم. يعني صراحة سهولة بإجراءات افتتاح الشركات، سهولة بإجراءات التوظيف الموظفين، سهولة باستقطاب العمل. يعني أنت بتشعري أنه يعني الدعم عندهم لغير محدود. صح. الدعم لأي بزنس في هذا البلد غير منتهي وغير محدود، وكله بفضل هذه القيادة العظيمة المحافظة صراحة وبكل أمانة على شعبها وعلى تطوير الاستثمار وتشجيع الاستثمار في هذا البلد الذي يعود بالخير على الجميع. يعني هم يعود بالخير على جميع أفراد المجتمع. صحيح. فشكرا لهم ولجميع شيوخ الإمارات وحكامها الكرام، وإلى جميع الشعب الإماراتي العظيم اللي هم إخوتنا وزبائننا في هذا المحل. يعني صراحة إحنا مننبسط لما نشوفهم في المحل عندنا، يعني انبساطنا بيكون مضاعف لما نشوف إماراتيين عم بيجوا عم بنبسطوا في هذا الشيء. هذا الشيء بيسعدنا. شكر صراحة أشخاص كثير الإنسان بمر بحياته، يعني كلهم موجودين بالذاكرة، ولكن المكان لا يسع لشكرهم جميعا. فالشكر جميعا لكل من ساند ووقف ودعم من أصدقاء وأصحاب وشركاء، وقبلهم جميعا الشكر. الواحد دائما بشكر الشكر لله تعالى، شكر الله تعالى أنه منحه الصحة ومنحه أنه يكون موجود في هذا البلد. ثم للوالدين على مجهودهم وعلى سهرهم وتعبهم بذلوا ما الغالي والنفيس. والشكر أيضا لرجل كان له تأثير في حياتي، هو عمي الغالي أيمن. كان هو الله يكرمه، هو رجل كان سببا في قدومي لهذا البلد وساعد وأسس وله ضاع في هذه الفكرة. فالشكر لهم جميعا، ولإخوتي ولإخواتي ولجميع أصدقائي وأصحابي جميعا.